الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، وده آخر سبب من أسباب الطعن في الرواة. والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. طيب، احنا لو نظرنا في صفحة 89 الحافظ بيقول ايه في اول الصفحة: او سوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غلطه اقل من اصابته. يعني في هذه الصفحة يقول ان سوء الحفظ هو ان يكون الغلط اقل من الاصابة، يعني الاصابة هي اكثر. هنا بيقول من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. يعني معناها إن الخطأ يكون أكثر من الصواب. واضح؟ ولذلك بعض الحفاظ قالوا إن العبارة التي في صفحة 89 وهي عبارة عمن يكون غلطه، قالوا الصواب نحوا من إصابته وليس أقل من إصابته، بمعنى أن يكون الغلط والإصابة مستويان. هنا يقول الحافظ من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يعني يكون غلطه وخطأه أكثر من صوابه أو مساويا له. يبقى هنا إيه، في تناقض في العبارة، إلا إذا عدلنا العبارة الأولى خليناها إيه نحوا من إصابته. والحافظ السخاوي رحمه الله تعالى لما سئل عن كلمة لم، هنا من لم يرجح جانب إصابته، فقالوا له هو في لم في العبارة؟ قال لهم لا، يعني العبارة إيه؟ من يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. وأخرج لهم نسخة من هذا الكتاب وفيها وليس فيها كلمة لم. لكن على كل حال المعنى كما ذكرنا، أن يكون غلطه أو خطأه أكثر من صوابه أو مساويا له. لأن لا يقال في من وقع في الخطأ مرة أو مرتين أنه سيء الحفظ، لأن الإنسان لابد وأن يخطئ وأن ينسى. مفيش حد، لا يوجد بشر لا ينسى. فبيقول هذا السبب العاشر وهو سوء الحفظ ينقسم وهو على قسمين: الأول إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، يعني هذا سوء الحفظ هذا إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ. فهو الشاذ يعني يسمى حديث ذلك الراوي بالحديث الشاذ، إذ أن سوء الحفظ لا يوصف بالشذوذ. واضح؟ فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. طيب، القسم الثاني: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، يعني هو كان حافظ
ولم يكن سيء الحفظ، ولكن سوء الحفظ هذا طرأ عليه، أي أمر جديد جد عليه، إما لكبره، كبر سنه فأصبح سيء الحفظ، أو لذهاب بصره كأن صار أعمى فأصبح ناسيا لما كان يتذكره من قبل. الإنسان إذا نسي بيجيب الكتاب عشان يراجع اللي هو نسيه، لكن إذا فقد بصره فلا يستطيع أن يحضر الكتاب ليراجع فينسى، أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه. يعني كان عنده كتب واتحرقت أو ضاعت أو اتسرقت، فبرضه مش هيعرف يجيب الكتاب عشان يراجع الأحاديث اللي عنده، فساء، أي فساء حفظه، فهذا هو المختلط. بنسمي سيء الحفظ ده اللي هو طرأ عليه سوء الحفظ بعد الكبر أو بعد العمى أو بعد ضياع الكتب، بنسميه مختلط. طيب، وبيقول إما لكبره، لكبر سنه، زي مين؟ قال لك زي مثلا صالح بن نبهان مولى التوأمة، أحد الرواة اسمه صالح بن نبهان. الإمام أحمد بيقول إيه؟ إن الإمام مالك أدركه وهو كبير. الإمام مالك أدرك صالح بن نبهان هذا وكان قد كبر سنه، فكان ينسى بعض أحاديثه. أو لذهاب بصره، زي مين؟ زي عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، فقد بصره في آخر حياته. فالإمام أحمد بيقول إيه؟ أتيناه قبل 200 وهو صحيح البصر، يعني قبل سنة 200 أتيناه فأخذنا عنه وكان صحيح البصر. ومن سمع منه بعد عماه فهو ضعيف، يعني اللي سمع منه وأخذ عنه الأحاديث بعدما فقد بصره فهو ضعيف. ليه؟ لأنه بعد ما عمي كان ينسى الأحاديث، ويأتون إليه بسموه وكان يتلقن فيتلقن. يعني إيه؟ يجي يقولوا له هو الحديث ده بتاعك، ويقولوا له على أي حديث، يقول لهم آه، فيكتب عنه هذا الحديث وهو ليس بحديثه. ليه؟ هذا ناشئ من إيه؟ من إنه نسي الأحاديث التي معه. أو لاحتراق كتبه كعبد الله بن لهيعة المصري، احترقت كتبه كلها فأصبح لا يدري أو لا يتذكر الأحاديث التي كانت عنده بأكملها. ولكن هناك من روى عنه قبل احتراق كتبه زي ابن وهب، فلما تجد في الإسناد ابن وهب عن ابن لهيعة يبقى الإسناد ده صحيح. ليه؟ لأن ابن وهب أخذ من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وفي بعض العلماء زي عطاء برضو اختلط في آخر حياته، في آخر حياته أصبح ينسى كثيرا، فممن سمع منه قبل الاختلاط شعبة وسفيان الثوري. يبقى لما نجد شعبة أو سفيان عن عطاء يبقى هذا إسناد مستقيم. ليه؟ لأنهم أخذوا عنه قبل الاختلاط. وممن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد. وممن سمع منه في الحالتين أبو عوانة، ولذلك لا نأخذ حديث أبو عوانة عن عطاء. وضحت النقطة دي؟ طيب.
والحكم فيه أي في هذه المسألة أن ما حدث به أي الراوي يعني ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، زي ما احنا قلنا إيه إن عطاء شعبة وسفيان سمعوا منه قبل الاختلاط، وإذا لم يتميز توقف فيه. احنا مش عارفين هل الراوي ده أخذ من هذا الشيخ قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، يبقى نتوقف لا نقبل الحديث. وكذا من اشتبه الأمر فيه، مش عارفين إيه حاله، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، بنشوف الرواة اللي أخذوا عنه هل بعضهم نص عليه الأئمة أنه أخذ منه قبل الاختلاط أو قبل احتراق الكتب ونحو ذلك ولا لا. وبنعرف برضو الكلام ده منين؟ من المستخرجات، كالمستخرجات على الصحيحين مثلا، فتجد مثلا الإمام مسلم يأتي إلى شيخ من الشيوخ ويروي عنه وهو معروف عنه أنه قد اختلط، فإحنا مش عارفين الراوي عنه ده روى قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. فيجي المستخرج، عارفين المستخرج هو إيه؟ يعني واحد من الأئمة يأتي إلى صحيح مسلم وينظر إلى الأحاديث التي فيها ويرويها بسنده هو، يروي المتن نفس المتن ولكن بسنده هو. ممكن يلتقي مع مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه، يلتقيان في شيخ مسلم أو في شيخ شيخه، ده بيسموه إيه؟ المستخرج. ماشي. فلما يجي مثلا الإمام مسلم ويروي حديث في الصحيح وفيه وفي إسناده رجل عرف عنه الاختلاط، فولا ندري هل الراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. هنا دي فائدة من فوائد المستخرج، أنه قد يبين لنا هل هذا الراوي روى عن شيخه هذا قبل الاختلاط أو بعده، إما تصريحا بأن يروي عنه من طريق ولم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، يعني هذا الشيخ يصرح أنني رويت عن هذا الشيخ قبل اختلاطه، وهذه كما قلت أحد فوائد المستخرج. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر؟ السيء الحفظ ده المقصود بإيه بقى؟ القسم الأول ولا القسم الثاني؟ مش هو قال سوء الحفظ على قسمين وقال إيه إن كان لازما للراوي ده القسم الأول والثاني، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي ده القسم الثاني. طيب، ويقول ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر؟ السيء الحفظ المقصود به يعني قسم الأول ولا الثاني ولا الاثنين؟ طيب نقرأ وحنعرف. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. طبعا احنا خدنا المتابعة قبل كده وقلنا في متابعة قاصرة ومتابعة تامة، وتكلمنا على الكلام ده كله. فجاء الراوي اللي هو سيء الحفظ في الرواية هذه توبع بمعتبر، أي براوي آخر مثله أو فوقه، ولا يكون هذا المعتبر دونه أي أقل منه. وكذا المختلط الذي لم يتميز. طيب،
سيء الحفظ ده إذا كان يقصد بيها القسمين فما ينفعش إن هو هنا يعطف المختلط على السيء الحفظ. ليه؟ لأن المختلط هو قسم من أقسام سيء الحفظ، فما ينفعش يعطف هذا على هذا، إلا بقى إذا كان يقصد بسيء الحفظ هنا القسم الأول. يبقى ومتى توبع السيء الحفظ اللي هو القسم الأول اللي بيقصد به إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، وكذا المختلط يبقى القسم الثاني الذي لم يتميز. والمستور والإسناد المرسل، أي وراوي الإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. يبقى كل دول إذا توبعوا صار حديثهم حسنا إيه؟ لا لذاته، يعني حسن إيه؟ لغيره، صار حديثهم حسنا لذاته. فكل دول إذا توبعوا اللي هو السيء الحفظ والمختلط والمستور والمرسل إسناد المرسل والمدلس، كل دول إذا جاءت لهم متابعة صار الحديث حسنا لغيره. بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، لأن كل واحد من دول اللي ذكرناه هناك احتمال أن تكون الرواية بتاعته صحيحة أو غير صحيحة، ما نعرفش نسبة 50% و50%. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم اللي هو إيه؟ اللي هو سيء الحفظ أو المختلط أو المستور أو المدلس، جاءت رواية من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين، اللي هو جانب بقى إيه؟ الصحة. احنا مش قلنا ان هو 50% الحديث ده صحيح وال50% ضعيف، مش عارفين. فإذا جاءت الرواية موافقة لأحد الاحتمالين أي مؤيدة للرواية هذه، يبقى إيه؟ ترجح الجانب الصحيح فصعدت بالحديث إلى مرتبة الحسن لغيره بعد أن كانت ضعيفة. رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ. الحديث محفوظ صار حسنا لغيره، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. بعد ما كنا متوقفين فيه نقبله ولا لا نقبله، ارتقى إلى درجة القبول، أصبحنا نقبل هذا الحديث. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط أي منخفض في المرتبة عن رتبة الحسن لذاته. ليه؟ لأن الحسن لذاته احنا قلنا ايه في تعريفه؟ ان فيه راوي خف ضبطه، وليس فيه راوي سيء الحفظ، لا هو مجرد راوي خفيف الضبط. إذن فالحسن لغيره ينخفض مرتبة عن الحسن لذاته. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، اللي هو الحسن لغيره يعني،
طيب هنذكر لكم بعض الأمثلة على متابعة سيء الحفظ وعلى متابعة المدلس ونحو ذلك. فمثلا متابعة الراوي سيء الحفظ، في رواية فيها راوي سيء الحفظ زي إيه؟ ما روى الترمذي عن شعبة، عن عاصم ابن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر عن أبيه، أن امرأة من فزارة من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني أعطاها زوجها مهرها نعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ يعني أنت موافقة أن هو يديك نعلين فقط؟ فقالت إيه؟ نعم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج. هنا قال لك الترمذي رواه عن شعبة عن عاصم، قال لك عاصم ضعيف لسوء حفظه، فتجد الإمام الترمذي حسن هذا الحديث مع وجود عاصم سيء الحفظ في هذا الإسناد. طيب هو حسنه ليه؟ قال لك لأن لوروده عن غير عاصم، يعني في طريق أخرى عن غير عاصم، فلذا حسنه الإمام الترمذي في سننه. طيب ده مثال للمتابعة لراوي سيء الحفظ. طيب إذا كانت هناك متابعة لمدلس، راوي المدلس برضو ما رواه الترمذي من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله. وتجد برضو إن في هذا الإسناد هشيم، وهشيم هذا مدلس، فيجب أو يقتضي هذا أن يكون الحديث إيه؟ ضعيفا، ومع ذلك تجد الإمام الترمذي حسنه. حسنه ليه؟ لوجود متابعة فيه. إيه هي المتابعة؟ قال لك أبو يحيى التميمي تابع هشيما، أبو يحيى التميمي تابع هشيما، فلذلك حسنه الإمام الترمذي. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. كده كلمنا على المتن وخلصناه. ثم الإسناد، هيتكلم بقى عن الإسناد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن. الطريق الموصلة إلى المتن معروف المتن معروف الإسناد، والمتن هو غاية ما ينتهى إليه، أو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. طيب الكلام ده تحس إن هو إيه؟ بيسموه إيه العلماء؟ فيه دور، يعني إيه؟ التعريف ده متوقف على ده وده متوقف على ده. إزاي؟ هو قال الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، يبقى لما يقول والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، لو شلنا كلمة الإسناد هنا وقلنا هو غاية ما ينتهي إليه الطريق الموصلة إلى المتن من الكلام، يبقى هو عرف المتن بشيء فيه متن. واضح؟ واضحة النقطة دي؟ طيب إذن فالمتن هو غاية ما ينتهي إليه الطريق الموصلة إلى المتن،
المتن هو غاية ما ينتهي إليه الطريق الموصلة للمتن. طب ما احنا عايزين نعرف المتن هو ايه؟ فالإشكال ده يتحل امتى؟ قال لك إذا كان يراد بالطريق في التعريف الأول المعنى اللغوي، طريق بالمعنى اللغوي، والإسناد في التعريف الثاني يراد به المعنى الاصطلاحي، فينتفي الدور، ينتفي الدور. ولما يقول المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، يعني معنى الكلام ده إن المتن غاية نفسه، المتن غاية نفسه. طب إزاي؟ يبقى هنا كلمة غاية زائدة، يعني ممكن نشيلها، يبقى نقول والمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، والمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. يبقى كده الإشكال ده يتحل. وهو أي المتن إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، التعريفين والإشكال اللي احنا ذكرناه ده واضح ولا فيه ولا عيده تاني؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. يبقى إذن القسمة إيه؟ 6 أقسام. قول أو فعل أو تقرير. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، هذه 3. اضرب في كل واحد تصريحا أو حكما، يبقى القول تصريح أو حكم، الفعل تصريح أو حكم، الإقرار تصريح أو حكم، يبقى كام؟ 6. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. يبقى الحافظ جاب كم صيغة هو؟ سمعت وحدثنا أو قال أو عن رسول الله أنه قال، ده بيسموه مرفوع من القول تصريحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام صراحة. عرفنا ازاي؟ الصحابي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سمعته يقول، يبقى ده قول صراحة. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا،
يعني أنا شفته بعيني وهو بيفعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا، تقرير يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أو سمع أو رأى أحدا يفعل شيئا أو جماعة تفعل شيئا وأقرهم على هذا الفعل، لم ينههم عن هذا، فده بيسموه إيه؟ إقرار أو تقرير. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أي فعلت ذلك بوجوده وهو موجود. أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني مش لازم هو يكون هو اللي فعل، هو شاهد أحد الأشخاص فعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم ينهه، ولا يذكر إنكاره لذلك، أو ولا يذكر إنكاره لذلك، إن يذكر دي عايدة على إيه؟ يقول، أن يقول، ولا يذكر إنكاره لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل هذا الفعل. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، حكما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك صراحة، ولكن هو في حكم أنه قال. إزاي؟ ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات زي عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص، زي ما هنقول كده كمان شوية، في بعض الصحابة كانوا بيأخذوا من كتب بني إسرائيل، فلما يأتي ويذكر شيء ولا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا إيه؟ نشك ونرتاب، هل هو جاب الكلام ده من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا جابه من كتب بني إسرائيل؟ لكن في بعض الصحابة أو كثير من الصحابة لم يعلم عنهم أنهم أخذوا من كتب بني إسرائيل شيئا، زي مثلا عبد الله بن مسعود وغيره وعبد الله بن عمر. أن يقول ذلك الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، يعني حاجة هو ما يقدرش يجيبها من عنده. أنت أول ما تسمع الكلام ده تقول إيه؟ الصحابي ده أكيد سمع الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل إن هو يكون جايب الكلام ده من عنده هو. ليه؟ لأنه أمور بتتعلق بالجنة والنار وتكفير الذنوب والتكفير والدخول في الإيمان والخروج منه، فالصحابي بنفسه ما يقدرش يخوض في مثل هذه المسائل إلا إذا كان سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما لا مجال للاجتهاد فيه، وقلنا يعني إيه؟ ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، يعني حاجة مش محتاجة أنها إيه تتفسر، هي معروفة، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية، يعني إيه الأخبار الماضية أو الآتية، كالملاحم الحروب الهائلة والشديدة والفتن وأحوال يوم القيامة. كل هذه الأمور الصحابي هيجيبها منين؟ مش هيجيبها من عند نفسه، لابد وأن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص،
يعني من فعل كذا فله كذا من الثواب أو عليه كذا من العقاب. طب والصحابة هيعرف الكلام ده منين؟ يبقى أيضا لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده زي إيه؟ مثال قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول إيه؟ من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب ابن مسعود هيجيب الكلام ده منين؟ من دماغه؟ ولا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا لا يجترئون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيون أن يقولوا شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا من الأمور التي يستحيل على الصحابة أن يأتوا بها من عند أنفسهم. يبقى ده له بيسموه ايه؟ له حكم المرفوع. له حكم المرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له. يعني معنى ان هو قال كده ان في حد قال له الكلام ده، مش جايبه من عند نفسه. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. يعني لابد أن يكون هناك قولا للنبي صلى الله عليه وسلم هو وقف عليه وسمعه منه. ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة مش هيروحوا ياخدوا من حد تاني أو من شخص آخر ويتعلموا من شخص آخر إلا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حد يبقى قدامه النبي عليه الصلاة والسلام يروح يتعلم من واحد غيره؟ أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، زي ما قلنا مين؟ عبد الله بن سلام كان من بني إسرائيل ثم أسلم، فكان أحيانا يحدث عن كتبه القديمة. وزي عبد الله بن عمرو بن العاص في موقعة اليرموك حصل له من كتب أهل الكتاب الشيء الكثير. في هذه الموقعة وهذه الغزوة حصل على كتب كثيرة لأهل الكتاب وكان يقرأ فيه. فإذا احتمال أن يقول شيئا من هذا من وينقله عن إيه؟ عن كتب أهل الكتاب. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني اللي هو إيه؟ بيأخذ عن مين؟ عن الإسرائيليات. أما إذا كان صحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات وروى رواية لا مجال للاجتهاد فيها، بيتكلم فيها عن الجنة، عن النار، عن الثواب، عن العقاب، عن الإيمان، عن الكفر، فهذا ما لا مجال للاجتهاد فيه، ويكون حكمه حكم الرفع، أي كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. زي المثال اللي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن ابن مسعود في الرواية اللي احنا ذكرناها كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. فهو مرفوع سواء كان ممن سمعه منه أو عنه بواسطة، يعني سواء الصحابي ده سمعوا
من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال المرفوع من الفعل حكما هو كده إيه، تكلم عن المرفوع من القول تصريحا، والمرفوع من الفعل تصريحا، والمرفوع من التقرير تصريحا، وتكلمنا عن المرفوع من القول حكما. هيتكلم عن إيه المرفوع من الفعل حكما اللي هو القسم الخامس، أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني برضو واحد من الصحابة فعل فعلا، وهذا الفعل يستحيل أن يكون قد فعله من تلقاء نفسه، لابد أن يكون قد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك. يبقى ده له إيه؟ حكم الرفع، المرفوع حكما لا تصريحا، يعني كأنه مرفوع. كما قال الشافعي، هنا بقى هيضرب مثال على المرفوع من الفعل حكما، خلي بالكوا بقى بالمثال ده. كما قال الشافعي في صلاة علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. هو بيقول إن الإمام الشافعي قال عن صلاة علي في الكسوف إنه صلى إيه؟ في كل ركعة أكثر من ركوعين. طبعا هذا المثال من الواضح أنه ليس المقصود به صلاة الإمام علي في الكسوف، بل في الزلزلة. في الزلزلة كان حصل زلزال، فسيدنا الإمام علي صلى بالناس، صلى بهم إيه بقى؟ 6 ركعات في 4 سجدات. 6 ركعات في 4 سجدات. فالإمام الشافعي قال إيه بقى؟ وده هذا ثابت عند البيهقي في السنن وفي معرفة السنن والآثار. فالإمام الشافعي قال إيه؟ لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به. لو ثبت هذا الحديث عن علي لقلنا به. وهو ثابت عن الإمام علي رضي الله عنه. طيب، أما بقى الكسوف، صلاة الكسوف هي فيها صحيح أكثر من ركوعين، لكن هذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من طريق، فلا حاجة إلى تخصيص فعل الإمام علي. يبقى هنا الرواية اللي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر تتعلق بصلاة الإمام علي في الزلزلة وليس في الكسوف، وهذه خاصة أن هذه هي التي علق عليها الإمام الشافعي وقال لو ثبت عندنا حديث علي لقلنا به. واضح الموضوع ده؟ ومثال المرفوع من التقرير حكما، وده بقى القسم السادس، أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون، أي الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع
من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. يجي بعض الصحابة يقول إيه كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ليه حكم الرفع برضه. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضروري أن يكون قد اطلع على هذا لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، لأن هم كانوا بيسألوه عن كل شيء. إذن هو كان يعلم بهذا، وإذا كان يعلم ولم ينكر عليهم إذن فله إيه؟ حكم الرفع. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. يعني مش هيعقل إن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون شيئا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستمرون في فعله والوحي ينزل ويكون ذلك الشيء ممنوع، وإلا كان الوحي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لينهاهم عن ذلك إذا كان الشيء هذا حراما أو ممنوعا. ولكن لما كان الوحي ينزل وهذا الشيء الذي يفعله الصحابة غير حرام وغير ممنوع، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه وأقرهم على ذلك، ولم ينزل شيء من الوحي يمنع هذا. وقد استدل جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل، أي العزل عن النساء، بأنهم كانوا يفعلونه، أي الصحابة، والقرآن ينزل. ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. إذن هم كانوا يعزلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل ولم ينههم عن ذلك، يبقى ده له حكم الرفع. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريح بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث. يعني التابعي يحكي عن الصحابي ويقول ويذكر متنا ويقول ويرفع الحديث، يعني الصحابي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه، أو ينميه، أو رواية، أو يبلغ به، أو رواه. كل ده التابع بيقولوا عن الصحابي، دي ألفاظ مختلفة هتلاقوها في كتب الحديث، إن التابع بيقول عن الصحابي يرفع الحديث أو رواه أو ينميه أو يبلغ به أو نحو ذلك. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة. ابن سيرين بيقول إيه؟ عن أبي هريرة قال: قال تقاتلون قوما إلى آخر الحديث. هنا ابن سيرين ما قالش إيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا معلوم أن القائل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب البغدادي أنه اصطلاح بأهل إيه؟ خاص بأهل البصر، يعني أهل البصر هم اللي بيقولوا كده بس. يأتي التابعي إذا كانت هذا التابعي بصريا ويروي عن الصحابي ويقول قال كذا، ولا يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، يعني الصحابي يقول إيه من السنة كذا، فعل كذا أو قول كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع، لأن السنة المقصود بها إيه؟ إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. اصحوا معايا شوي. قول السنة المقصود بها إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فلما يجي الصحابي يقول من السنة كذا، من السنة كذا، السنة دي إيه؟ هي إما قول أو فعل أو تقرير. فالأكثر أي أكثر العلماء على أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. ابن عبد البر بيقول إن هذا اتفاق من العلماء على أن قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. طب واحد غير الصحابي قال من السنة كذا، يبقى في أكيد هو سمع رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفيد قولا أو فعلا أو تقريرا له، إلا إذا أضاف هذا إلى صاحبها، كأن يقول مثلا سنة العمرين، مقصود بها مين؟ أبو بكر وعمر. العمرين مقصود بهم مين؟ أبو بكر وعمر. فقالوا العمران عشان إيه؟ من باب التغليب، بدل ما يقولوا أبو بكر وعمر يقولوا إيه؟ العمران. طب ما قالوش ليه الأبا بكران؟ ينفع؟ قال لك تبقى تقيلة على اللسان، الأبا بكران لا تقيلة شوية، فقالوا إيه؟ العمران مقصود منهم أبو بكر وعمر، زي ما يقولوا إيه؟ القمران مقصود بهم إيه؟ الشمس والقمر. الأسودان التمر والماء، ماشي؟ ما قالوش مثلا التمران أو الماءان، لا الأسودان. الأبوان الأب والأم، فده من إيه بسموه إيه؟ التغليب، باب التغليب. شيخان يعني أصل الشيخان ده ما هو مسمى عادي، مش من باب التغليب ولا حاجة. أصل الشيخان ده ممكن يقصد بها البخاري ومسلم، وممكن يقصد بها أيضا أبو بكر وعمر، ويقصد بها عند بعض الناس ابن تيمية وابن القيم. فالشيخان دي ترد يعني على أوجه كثيرة، لكن اللي هو من باب التغليب زي العمران، الأبوان، الأسودان، القمران وهكذا، كسنة العمرين، كان يقول مثلا سنة العمران أبو بكر وعمر، يبقى هنا مش المقصود بها، ليس المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مقصود بها هنا فعل أبي بكر وعمر. وفي نقل الاتفاق نظر، اتفاق اللي نقله مين؟ ابن عبد البر. فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، يبقى في قولين للإمام الشافعي لما يقول من السنة كذا، في قول بيقول إن هو مرفوع وفي قول بيقول لا، وهذان القولان منسوبان للإمام الشافعي رضي الله عنه. وذهب إلى أنه غير مرفوع
أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر. ثلاثة دول قالوا إيه؟ لما الصحابي يقول من السنة كذا، مش ضروري أن يكون إيه؟ له حكم الرفع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو أقر، مش لازم. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. يعني ممكن يقولوا إيه؟ سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة علي. فالسنة ممكن إيه؟ تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. وأجيبوا، العلماء ردوا عليهم، قالوا لهم إيه؟ ردوا على الثلاثة دول اللي هو أبو بكر الصيرفي وأبو بكر الرازي وابن حزم، قالوا لهم إيه بقى؟ بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. بعيد قوي إن إحنا نقول إيه من السنة كذا ونكون نقصد مين؟ سنة أبو بكر أو سنة عمر. بعيد قوي، صعب. وقد روى البخاري في صحيح من حديث في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر يعني في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. سالم بن عبد الله بيقول للحجاج إيه؟ إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني بادر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بقول له الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ يعني هو احنا بنقصد بكلمة السنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا، طيب لما هو مرفوع بيقول من السنة كذا ليه؟ ليه ما بيقولش على طول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. يعني الصحابة كانوا يخافوا إن هم يطلقوا على شيء أنه قاله عليه الصلاة والسلام أو فعله تورعا واحتياطا، حتى لا يقع في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الصحابة كانوا بيخافوا قوي من الحديث ده، فإيه يخافوا إن هم يقولوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أو فعل، يقول لك من السنة كذا، حتى يخرجوا من هذا. فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. سيدنا أنس بيقول من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أي وكانت عنده ثيبا، أنه يقيم عند البكر سبع ليالي. أخرجاه في الصحيح. فيبقى ده له إيه؟ له حكم الرفع. سيدنا أنس مش هيجيب برضو الكلام ده من عنده، مش هيجيبه من دماغه، لابد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لو أردت أن أقول إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقلت، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه. يبقى أبو قلابة التابعي الكبير هنا بيقر أن قول الصحابة أن قوله من السنة أو قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، له كأنه في حكم المرفوع، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى، لكن التابعين بيلتزم بالقول واللفظ الذي خرج من فم الصحابي. فهي ايه اللي بيسموها دلوقتي ايه الأمانة العلمية، ان ايه احكي اللفظ كما قيل لا اتصرف فيه من رأسي. فأنس قال من السنة كذا، يبقى ابو قلابة لما يجي يروي يقول ايه قال أنس من السنة كذا، مع ان ابو قلابة بيقول ايه ولو شئت لقلت ان أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كده إيه نكتفي بهذا القدر، فإحنا توقفنا عند إيه ومن ذلك قول الصحابة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال؟ المتن هو الحديث. هو اختصار وأسهل، يعني اختصار وأسهل، لكن إذا أردت التعريف العلمي هو ما قاله الحافظ ابن حجر، ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، ده تعريف الحافظ. تعريف العلم، تعريف اللي أنت بتقوله ده تعريف يعني للتسهيل. يعني الصحابي قال ايه؟ هذا من باب التقرير، هذا من التقرير الذي له حكم الرفع. حد عنده سؤال اخر؟ ايش؟ الضرر الأثير. لا ما أذكر، بس إن شئت أقول لك المرة القادمة. الضرر الأثير ده اختصار للسيوطي. هو طبع طبعة قديمة، بس أنا ما أدري إذا كان طبع في هذه الأيام طبعة حديثة أو لا، ولكن مرة القادمة إن شاء الله أقول لك في أي طبعة. سؤال تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.